وزير الخارجية والوزير الأردني يبحثان في القاهرة أمن الملاحة في البحر الأحمر ويؤكدان أهميته لحركة التجارة العالمية والأمن القومي للبلدين. عشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة والاحتلال يقصف جمعية الهلال الأحمر في خان يونس. وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية. مشاهدينا الكرام، الثامنة مساء هنا في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة، تحياتي لحضرتكم. أهلا بكم. وإلى التفاصيل، بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهميته بحركة التجارة الدولية وكونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلدين. وخلال اللقاء الذي عقد في القاهرة تم تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في القطاع والمسائل الرامية لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات. لليوم 81 على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع. ووجدت مدفعية الاحتلال جددت قصفها واستهدافها للمربعات السكنية موقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال استهدف بقصف مدفعي الطوابق العلوية في مقر الجمعية في خان يونس والذي يضم آلاف النازحين. هذا فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لعشرين ألف وتسعمائة وخمسة عشر شهيدا ونحو 55,000 مصاب منذ 7 أكتوبر، غالبيتهم من الأطفال والنساء. ومن جانبها أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع، وذلك للمرة الرابعة منذ بدء الحرب على غزة. يأتي هذا بينما تتواصل المعارك الدارية والاشتباكات العنيفة في كل محاور التوغل في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال. وقد أعلنت حركة حماس تمكنها في الساعات الأخيرة من استهداف قوات راجلة في عدد من المحاور شمال قطاع غزة، كما استهدفت الفصائل الفلسطينية قوة إسرائيلية متحصنة في إحدى الشقق السكنية في منطقة جباليا البلد، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، إضافة لتمكن من استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع. من جانبه أقر جيش الاحتلال بمزيد من الخسائر البشرية في صفوفه. وقد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4، وذلك بجروح خطيرة في المعارك جنوب القطاع. ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ارتفعت حصيلة قتل جيش الاحتلال المعلنة ل 491 ضابطا وجنديا، بينما بلغت حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء توغله بريا 158 جنديا. هذا وقد أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 80 يوما ستستمر في قطاع غزة عدة أشهر أخرى. وقال رئيس الأركان عقب تفقده لجنود في القطاع إن أهداف الحرب ليس من السهل أن تحقق. ومن جانبه ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي جالاند إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتنفيذ أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران ردا على هجمات ضد إسرائيل، وذلك مع اتساع نطاق الحرب الدائرة في القطاع لمناطق أخرى في المنطقة. أشار جالنت لأن إسرائيل تعرضت لهجمات من 7 جبهات، وذلك على حد قوله، وقامت بالرد على معظمها.
هذا وقد طلبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن أن قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية. كما طلبت مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة وكسر الحصار على القطاع. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تمعن في إبادة الفلسطينيين ليس فقط بالقصف الوحشي والتدمير والقتل، وإنما بالإبادة بالمجاعة. واستندت الوزارة للتقارير الصادرة عن الجهات الدولية والأممية المختصة بقضية الغذاء والتغذية، والتي أكدت أن أكثر من نصف مليون شخص في القطاع يتضورون جوعا. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن استمرار قصف القوات الإسرائيلية لمنطقة وسط غزة أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني منذ عشية عيد الميلاد، مجددا بضرورة أن تلتزم جميع العمليات الإسرائيلية بشكل صارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب والحذر في الهجوم. وتتواصل الجرائم الإسرائيلية على قطاع أو في قطاع غزة خلال العدوان الغاشم الذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين. الصحفيون العاملون في القطاع مثلما كانوا شهودا على الحرب كانوا كذلك أحد ضحايا. يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب شعواء على قطاع غزة، حرب حصدت الأرواح دون تفرقة وأتت على كل الأخضر واليابس في القطاع. الصحفيون مرآة الواقع الدامي في قطاع غزة، كانوا من بين ضحايا هذه الحرب فدفعوا ثمنا غاليا من دمائهم، نظير محاولات كشف جانب من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع. منظمة مراسلون بلا حدود تقول إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة يفوق عدد القتلى في أي نزاع شهده العالم منذ 30 عاما على الأقل. أما لجنة حماية الصحفيين فتقول إن ما لا يقل عن 64 من العاملين في وسائل الإعلام بمن فيهم صحفيون ومصورون ومصورو فيديو وفنيون وسائقون استشهدوا منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة. هذا الثمن لم يطل الصحفيين وحدهم، بل تعداهم لحصد أرواح أبنائهم وذويهم، فكثير منهم كتبت لهم الشهادة جراء القصف العشوائي الأعمى لقطاع ليس له مكان آمن أو عصي على يد الاحتلال الغاشمة. قطع الاتصالات كان واحدا من المآسي التي عاشها الصحفيون في الحرب على غزة، مآس تندرج في إطار إصرار الاحتلال على اجتثاث كل مظاهر الحياة في القطاع وتدمير بنيته التحتية، فضلا عن رغبة الاحتلال الأصيلة في قطع كل أشكال الاتصال وشتى وسائل التواصل منعا لتوثيق الحرب. من جانبها شجبت منظمة مراسلون بلا حدود عجز إسرائيل عن حماية الصحفيين العاملين على الأرض الذين ليس لديهم ملاذ آمن، ما يمثل انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات، انتهاك يضاف إلى سجل جرائم الاحتلال في القطاع التي أضحت لا تعد ولا تحصى. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام ينضم الي عبر الهاتف الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. استاذ اكرم، اذا لو تحدثنا عن هذا العدوان الاسرائيلي المستمر، هل ما زالت هناك فرصه للتوصل الى وقف لاطلاق النار في ظل هذا الاستمرار من جانب اسرائيل في هذا العدوان، وايضا حديثها عن ان هذه الحرب ربما تستغرق عده اشهر اخرى؟ لا طبعا، نتنياهو رئيس الوزراء الاحتلال يعني بيخاطر بمصالح اسرائيل ومصالح المنطقه ومصالح العالم للحفاظ على مستقبله السياسي اللي هو منتهي، لان الحقيقه وحتى في الولايات المتحده الطيارات الداخليه داخل سواء الدبلومات او في الاداره بيتحدثوا عن ان دي حرب غير مسبوقه، يمكن التقارير اللي اجتها فعلا حرب لم تحدث منذ عقود او يمكن قرون، يعني في دمار شامل في غزه، في تدمير للمصالح في غيره. فالحقيقه انه الامل قائم، لكن الامر يتطلب ان المجتمع الدولي يشعر بمسؤولياته على الاقل فيما يتعلق بالقضايا الانسانيه، لان واشنطن بوست مثلا في تقرير منذ يومين او ثلاثه بترى انه هذا الامر نتنياهو ودعم نتنياهو بيؤثر حتى على مصالح الولايات المتحده، بيشير الى من احتلال
عمليات اتساع النزاع الصراع الاقليميه، بالاضافه الى ان نتنياهو نفسه في خسائر في مجتمع البر والعبوره، طبعا ده بيرد بانتقام من المدنيين من الاطفال. هو نفسه بيقول ان الامر صعب ويستحق، لكن حتى داخل الاحتلال هناك اختلال واضح جدا فيما يتعلق بتخصيص الامن او غيره، لكن المجتمع الدولي بالفعل الولايات المتحده طبعا داعمه، لان بايدن بالرغم من تراجع شعبيته بسبب هذا الامر ومظاهرات في كل العالم، الا انه منذ ايام ابلغ رئيس الوزراء انه لم يطالب بوقف اطلاق نار عاجل، بالرغم من وجود مباحثات مختلفه واتصالات مختلفه في هذا السياق للبحث عن طريق لانتاج حتى القرار الام في هدف يتعلق بالمعونات الانسانيه او المساعدات الانسانيه. الجهود مستمره، هناك ربما خلف الجدران هناك اتصالات من اطراف عده، هناك في اوروبا النهارده بتفتحها مظاهرات بالفعل في عنف شديد واجرام حقيقي ومحاولات اباده، وبالتالي فهذا الامر يتطلب جهد اضافي عربي ودولي في هذا الامر. طب يعني استاذ اكرم، لو تحدثنا عن ما حققته اسرائيل بعد 81 يوما من هذا العدوان، ربما لم نشهد تحقيقا او يعني اختراقا على الارض، لا وصول الى قاده حماس ولا ايضا يعني الوصول الى المحتجزين داخل قطاع غزه، وبالتالي كيف تستطيع اسرائيل ان تحقق هذه الاهداف وهي لم تحقق اي شيء حتى الان ربما فيما حددته من اهداف على ارض الواقع؟ هو لم تحقق اهداف سوى قتل المزيد من المدنيين والاطفال والنساء، والحقيقه ان هذا الامر سؤال مهم جدا لانه يتعلق في ان نتنياهو دائما منذ الاسبوع الثالث وهو يهرب الى الامام بمحاوله لتعويض ما فات، بينما الحقيقه ان هذا الصراع او هذه الحرب يمكن مس حذرت منذ البدايه ان هذا الامر لا يمكن ان يقود الى انتصار. اولا هو لم يحقق الامن، هناك مناوشات وصواريخ تضرب على المناطق الاسرائيليه، هناك الرهائن واهاليهم اللي اصبحوا غاضبين على نتنياهو كرد فعل على تصريحاته التي تبدو مستهينه بمصالحهم ومصالح الرهائن. في ايضا الحقيقه ان هو لم يحقق اهداف، طبعا التصميم العام فيما يتعلق بهذه الحروب ينتظر ياخذ وقتا، لكن الواضح ان هناك عدد كبير جدا من الضباط والبنود بيسقطوا في صور كثيره وفيديوهات بتنقل هذا الامر، ربما هو يرد بانه يحاول ان يبرر بان استمرار هذا المقاومه تبرر استمراره، لكن الواقع انه كل التجارب في غزه او في العدوان في الضفه او في غزه او في اي مكان من الاراضي الفلسطينيه المحتله لم ينتج سوى المزيد من العنف والمزيد من ردود الافعال، وبالتالي هو لم يحقق شيء. لكن حتى الولايات المتحده هناك تقارير تقول حتى توماس فريدمان الذي هو منحاز الى اسرائيل، هو يقول ان نتنياهو وقته انتهى ويجب ان يذهب، وان هناك حاجه لان مصالح الولايات المتحده اصبحت مهدده داخل البيت الابيض وداخل الاداره الامريكيه، والغضب العالمي على الولايات المتحده الذي يمكن احنا يعني كل العالم يرى دائما تحصل عمليات مضاده بيحصل رد فعل مضاد. الامر الاخر انه لم يحقق نتائج ظاهره فيما يتعلق بالاهداف التي اعلنها القضاء على المقاومه او غيره، ده شبه مستحيل. يعني بالفعل تستمر خسائر ايضا يعني قوات الاحتلال على ارض الواقع في ظل ما تتلقاه من يعني ضربات. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابق. من ناحية أخرى، يتواصل ترافق المساعدات الإنسانية للقطاع عبر معبر رفح، وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استلمت 4760 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح خلال شهرين تقريبا، واحتوت الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، وعدد من الشاحنات الخاصة بالوقود تم إدخالها للقطاع. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي حصار من الشاحنات بلغ 3049 شاحنة، فيما تم تسليم 1711 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى. هذا وقد دخلت لقطاع غزة عبر ميناء رفح البري اليوم 111 شاحنة تحمل
تحمل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع. وللمزيد من التفاصيل من مطار العريش بينضم إلي زميلي حمادة العربي مراسل النيل. تحياتي حمادة، ودعنا في المشهد والجديد لديك في وصول المساعدات لمطار العريش ودخول أيضا في المعبر. تحياتي إليك شيرين ولكل مشاهدي التلفزيون المصري والنيل للأخبار. بالفعل هناك تدفق للمساعدات على معبر رفح اليوم، حيث دخلت إلى المعبر 111 شاحنة محملة بالمواد الغذائية. الجانب الفلسطيني تسلم 40 شاحنة من تلك الشاحنات، وباقي الشاحنات كانت تتخذ الإجراءات المعروفة والمتبعة من عمليات التفتيش ومعرفة محتوياتها، ومن ثم يتم التواصل حتى في هذا الليل لإفراغ حمولة تلك الشاحنات وخروجها مرة أخرى من معبر رفح المصري بعد أن تقوم بتفريغ حمولتها. أيضا دخل اليوم أقرب من 7 سيارات إسعاف، 3 سيارات لدولة قطر و4 سيارات لدولة الكويت، في إطار دعم كبير لرعاية القطاع الصحي داخل غزة بشكل أساسي. يضاف أيضا إلى ذلك تجهيز عدد من الشاحنات التي سوف تدخل في صباح الغد، والتأكيد على أن التنسيق مستمر ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني في إطار التعاون المشترك والدعم المصري المقدم لأهالينا في قطاع غزة بشكل كبير. أيضا خرج اليوم عدد كبير من مزدوجي الجنسية، ما يزيد عن 200 مواطن من مزدوجي الجنسية، وسط تسهيل لإجراءات العبور ووجود لسيارات خاصة وسيارات تابعة للقنصليات الأجنبية الموجودة أمام معبر رفح بشكل دائم وبشكل مستمر. وأيضا خرج اليوم أقرب من 6 حالات مصابة توجهت إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد لتلقي الرعاية والعلاج الكامل. هذا يمكن يجمل المشهد هنا في مدينة العريش وفي أو أمام معبر رفح البري. أشكرك شكر جزيل مراسل النيل من العريش، تحديدا محيط معبر رفح ومطار العريش، حمادة العربي، شكرا لك. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 47 فلسطينيا في حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة. كما اعتقل الاحتلال احدى النائبات في المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله، والتي تتهمها اسرائيل بانها قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. هذا وقد اندلعت مواجهات عنيفة وسط اطلاق نار كثيف اثر اقتحام قوات الاحتلال لطول كرم ومحاصرة مخيم نور شمس شرق المدينة. قام الاحتلال تفجير أحد المنازل في مدخل المخيم وتدمير أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد، وإعلانها مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة. في غضون ذلك أكدت مصادر طبية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الفوار بالخليل جنوب الضفة. هذا وقد اقتحم عشرة المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وقد أفاد شهود وعيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات الأقصى ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية، كما منعت الشرطة المتمركزة على أبواب البلدة القديمة المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية، ويؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة.
تأكيد رئيس الوزراء جاء خلال لقائه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية للقناة. من جانبه أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وبالتحديد خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 25 من ديسمبر الجاري، بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية بنحو 1,849,000,000 دولار، بواقع 47 مشروعا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات تبلغ 941,000,000 دولار، بينما حصل 42 مشروعا على الموافقات المبدئية وجاري استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، والتنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير البترول المهندس طارق الملا لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط قواقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة. وأشار مدبولي إلى أنه سيتم تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه هذا المشروع المهم. من جانبه استعرض وزير البترول التطور في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، بحيث تم مد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلا من عام. من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بالدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بكافة القطاعات الأخرى وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلحت، الذي استعرض جهود الوزارة للنهوض بقطاع التكنولوجيا الواعد في مصر. كما أكد وزير الاتصالات قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، موضحا أنه جار إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لتتواءم مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أشار إلى إطلاق مراكز إبداع مصر الرقمية ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وذلك بالشراكة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر وربطها بالتكنولوجيا والتصنيع. أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية، فضلا عن السعي لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم الاقتصاد. وأكد مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. تناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. كما ناقش الاجتماع الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات. وخلال اجتماع مع وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركة مصر في مؤتمر كوب 28 بدبي وعدد من ملفات عمل الوزارة الأخرى. هذا وقد أكدت وزيرة البيئة أنه تم في المؤتمر اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه خلال كوب 27 الذي عقد بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن الجناح المصري بالمؤتمر شهد عقد 72 جلسة. كما استعرضت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الاستدامة البيئية والحلول المناخية. كما استعرضت وزيرة البيئة عددا من الفرص الاستثمارية البيئية القائمة بالفعل والأخرى قيد الإنشاء، كمشروع تدوير إطار السيارات وإنتاج الجرافين من غاز الميثان وإنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية. في إطار خطة التدريبات لتشكيلات وحدات القوات المسلحة، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية على مدار عدة أيام. وخلال لقائه مع عدد من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، أكد وزير الدفاع حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات. وأدار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات، معربا عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. ومشاهدينا الكرام، هذه نشرة متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. الجيش الأوكراني يؤكد انسحابه إلى أطراف بلدة مارينكا التي وقعت تحت سيطرة قوات روسية. وموعد الوقفة مع الاقتصاد في هذه النشرة المفصلة، وننتقل لزميلي حسام الدين. عاطف، إليك حسام. شكرا لك شيرين، وشكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أهم أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في النشرة الثامنة. أهم ما لدينا: وزير المالية يؤكد على جهود الدولة لتشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين من أجل الاستفادة بالمحفزات التنافسية. أهلا بكم من جديد. أكد وزير المالية محمد معيط أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكا وصمودا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها المختلفة وأثارها القاسية خلال السنوات الماضية، بدءا من جائحة كوفيد-19 أو كورونا المستجد وحتى التوترات الجيوسياسية. واستطاع الاقتصاد المصري التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية أيضا. معيط قال إن الدولة المصرية تبذل جهودا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتا إلى تبني الحكومة المصرية لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزم من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية أيضا. ننتقل إلى البورصة المصرية التي انخفضت مؤشراتها مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب أيضا نحو الشراء.
هذا وقد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 1% ليصل إلى 23,994 نقطة. كما انخفض المؤشران EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و EGX 100 الأوسع نطاقا بنسب ما بين 7% و 34%. وضع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية بالحي المتميز بمنطقة دمو في محافظة الفيوم. مصلحي أوضح أنه سيتم إنشاء المستودع الذي سيخدم محافظات شمال الصعيد وفق أحدث التكنولوجيات لضمان سلامة وجودة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام. النهارده بنضع حجر الاساس للمخزن الاستراتيجي اللي هيخدم على محافظه الفيوم بالاضافه الى الجيزه والمنطقه المحيطه بالفيوم. واحنا عارفين ان احنا في اطار تطوير التجاره الداخليه لكل الناس وكل العالم مهتم بموضوع رفع كفاءه تداول السلع في منظومة التجارة لارتفاع الكبير في تكلفة النقل النهاردة، وبالتالي كان من أهم المكونات لتطوير التجارة الداخلية. سمعتوا مننا موضوع المناطق اللوجستية اللي ابتدت تبقى موجودة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى المخازن الاستراتيجية. المخزن الاستراتيجي ده هو على 10 أفدنة بحيث في كافة أنواع التخزين سواء مجمد سواء مبرد سواء جاف، وكل صنف من الأصناف كما يحتاجه التخزين المضبوط بيبقى موجود في المخزن. ميزة هذا الموضوع نمرة واحد، وسمعتوا كتير مننا موضوع الاحتياطيات الاستراتيجية اللي على مستوى المناطق والمحافظات مهم جدا أنها تبقى موجودة. نمرة اتنين سهولة تداول السلع والحفاظ على ما نسميه زمن الحفاظ على السلعة، وبالتالي تقليل الفائض. ذكرت منظمة السياحة الدولية أن قطاع السياحة العالمي يسير على الطريق الصحيح للتعافي بشكل كامل، لتصل السياحة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع التضخم وضعف الإنتاج العالمي، فضلا عن التوترات والصراعات الجيوسياسية. جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تسليط الضوء على أحدث التقارير الصادرة من منظمة السياحة العالمية الذي يشير إلى انتعاش السياحة الدولية وبشكل كبير ووصولها للمستويات التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19 وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المنظمة. وأشارت منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة تعافت بنسبة 87% من مستويات ما قبل الوباء في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى جارج سبل تعميق التعاون المشترك. الملا أكد أن واشنطن شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات وخاصة في مجال البترول والغاز، وأن الشركات البترول الأمريكية تعمل في مصر منذ عقود، كما ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة. وأضاف الملا أن مصر تعمل حاليا على تنويع مزيج الطاقة الخاص بها وزيادة نسبة مساهمات الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الشمس والرياح، بالإضافة إلى الهيدروجين منخفض الكربون، بالتوازي مع توفير الاحتياجات الأساسية اليومية اللازمة لعمليات التنمية المختلفة. ننتقل إلى أسعار النفط العالمية التي استقرت مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية خاصة في الشرق الأوسط، مع التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، ما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب أيضا. وقد انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنحو 0.3% لتصل إلى 79 دولارا 13 سنتا للبرميل، في حين صعد خام غاب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3 سنتات ليصل إلى 73 دولارا 59 سنتا للبرميل.
ومن الذهب الأسود إلى الذهب الأصفر، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات ضعيفة، وذلك بسبب عطلة عيد الميلاد، وفي ظل تراجع الدولار أيضا مع عوائد السندات، بفعل التنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة في مارس المقبل. هذا وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة ليصل إلى 2063 دولارا 78 سنتا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070 دولارا 39 سنتا في الجلسة السابقة. وقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنحو 0.3% لتصل إلى 2074 دولارا و90 سنتا للأوقية. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت أخبار الاقتصاد في نشرة الثامنة، نعود للزملاء شيرين القشيري ومحمد شعبان. تفضل. شكرا لك حسين. نددت الحكومة العراقية باستهداف مواقع عسكرية عراقية، وذلك من قبل الجانب الأمريكي، وصفة ذلك بأنه فعل عدائي وغير بناء. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعلنت أنها نفذت ضربات على مواقع في العراق ردا على سلسلة هجمات ضد موظفين أمريكيين في العراق وسوريا. وأوضح البنتاغون أن الضربات استهدفت منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق. جاءت تلك الضربات بعد ساعات قليلة من هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار أربيل شمال العراق، ما أسفر عن إصابة 3 من الجنود الأمريكيين بحسب ما أعلنه البنتاغون. أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بسماع دوي انفجارات، كما شهدت صواريخ قرب سفينة تعبر البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وفي وقت سابق ذكرت السلطات البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيرات قبل وقوع انفجارين قرب سفينة على بعد نحو 50 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن. وقالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن السفينة على اتصال بقوات التحالف العاملة في المنطقة، وأفادت بأنها وطاقمها بخير. وفي وقت لاحق قالت الهيئة إنها تلقت تأكيدا من السفينة بأنها تواصل رحلتها. أعلنت وزارة الدفاع السورية إسقاط 8 طائرات مسيرة استهدفت بلدات ومواقع عسكرية في ريفي حلب وأدلب. وعلى صعيد آخر قالت قوات سوريا الديمقراطية الكردية إن 8 أشخاص قد قتلوا وأن 18 قد أصيبوا في غارات جوية تركية على مناطق خاضعة لسيطرتها في سوريا منذ 23 من ديسمبر، نافية مقتل أي من قواتها خلال الغارات التركية، منوهة إلى عدم وجود أي من مقاتليها في المواقع التي طالتها الغارات على حد قولهم. شهد السودان عام 2023 صداما مسلحا هو الأعنف في تاريخه، صدام امتد إلى كل أنحاء السودان وأسفر عن مآسي إنسانية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة. وحول صدام في السودان وما نتج عنه الزميل محمد ترك يقدم العرض التالي. أهلا بكم. أزمة جديدة لدى الجارة الجنوبية لمصر، أزمة يؤكد المراقبون أنها الأعنف في تاريخ السودان الذي يشهد صداما سياسيا سرعان ما تحول لنزال عسكري ترك ولا يزال آثارا مدمرة وندبات غائرة في جسد هذا الوطن العربي. الأزمة اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل من عام 2023، أزمة سرعان ما تحولت في يومها الأول إلى صدام مسلح في محيط القصر الجمهوري والمطار بالعاصمة الخرطوم. وما هي إلا ساعات قلائل حتى امتدت نيران الصدامات المسلحة إلى ولايات أخرى وشملت معظم أرجاء السودان. الحرب فاقمت أزمات الاقتصاد السوداني في هذا العام 2023، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 42% وفقا لتقارير الأمم المتحدة، وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 18% خلال العام ذاته 2023، نسبة وصفت بأنها الأكبر من حيث التراجع في تاريخ الاقتصاد السوداني.
الأزمة السودانية في 2023 تسببت في تفاقم الوضع الإنساني، حيث أدت لموجات نزوح كبيرة شملت فرار عشرات الآلاف من مواقع العمليات وهجرة الملايين من الدولة كلها. ومن هنا كانت مصر قبلة لمعظم تلك الأعداد، حيث فتحت معبري أرقين وقسطل الحدوديين لاستقبال الأشقاء السودانيين والرعايا الأجانب. وحرصا على سلامة السودان أرضا وشعبا، هبت الدولة المصرية للبحث عن حلول لمعالجة الأزمة، حيث استضافت العاصمة المصرية حوار القوى الوطنية السودانية من أجل بحث أسباب الأزمة ومتطلبات حلها. كان اللقاء ضمن مبادرة لحوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية مع ضمان عدم وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوداني. هكذا يودع السودانيون عام 2023 الذي ترك جرحا غائرا في صدر وطنهم ولا يزال ينزف. نزفت على إثره الدماء وذرفت جراءه الدموع على وقع حرب راح ضحيتها الآلاف وهاجر بسببها الملايين، ويستقبلون عاما جديدا يأملون فيه السلامة لأوطانهم والعودة لديارهم. سلمهم وسلمكم الله. أكد الجيش الأوكراني أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا قرب دوناتسك بشرقي أوكرانيا، والتي كانت روسيا قد أعلنت الاثنين السيطرة عليها. يأتي هذا بينما قتل شخص وأصيب اثنان آخران في هجوم أوكراني استهدف ميناء في يودوسيا في شبه جزيرة القرم، ما أدى أيضا إلى تضرر 6 أبنية. كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيرة تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف. قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إن عدد المتنافسين على الترشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل في روسيا وصل إلى 30 مرشحا. وأكدت المتحدثة أن حملة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة ستكون تنافسية، مشيرة إلى أن المرشحين يعقدون الفعاليات والأحزاب تعقد المؤتمرات. وأوضحت أن سكان المناطق الجديدة في روسيا سيكونوا قادرين على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة جواز سفر أوكراني بسبب الظروف التي يواجهها الناخبون هناك، لكن القرار النهائي ستتخذه السلطات المحلية. أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الأوائل في الفرع الخامس لذوي الهمم في المسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم في حفظ القرآن مع فهم معانيه ومقاصده العامة الفائزين بجوائز مالية قيمة. وجاءت هذه الجوائز القيمة بناء على توجيهات الرئيس السيسي بإكرام أهل القرآن وحسن مكافأة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم. بمشاركة قراء ومتسابقين من نحو 60 دولة عربية وإسلامية تتواصل فعاليات المسابقة العالمية لحفظ وتجويد القرآن الكريم في نسختها 30، والتي يستضيفها مركز مصر الثقافي والإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار 5 أيام. دخلت بقى الاختبارات كتير، يعني اختبارات في المحافظة، وبعد كده دخلنا اختبار تحريري في القاهرة، ثم أظن 3 اختبارات شفوي، والنهاردة كان الاختبار الأخير أعتقد. الله الحمد لله، أنا سألت 3 أسئلة وجاوبتهم كويسين ووفقت، والحمد لله، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ولد كفيف البصر، ولكن الله سبحانه وتعالى أعانه، ومنذ 3 سنوات كنت أسجل له الصورة على التسجيل، التسجيل بتاع زمان دي كان يحفظها، وكان بيسمح كثيرا لغاية ربنا سبحانه وتعالى ما وفق وختم القرآن. دخل مسابقات قبل كده وطلع عمرة بفضل الله ويخش مسابقات. الحمد لله، يعني احنا عايشين في خير القرآن. المسابقة تهدف إلى الحفاظ على القرآن الكريم وتشجيع النشء والشباب من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية على حفظ كتاب الله. الحمد لله التصفيات كلها. أول حاجة بدأت يعني سألوني المشايخ الأفضل 3 أسئلة، طبعا هو كمبيوتر الشيخ ملوش دعوة، سألني 3 أسئلة والحمد لله جاوبت. اشتركت في المجلس الأعلى، نعم، من الطلاب الوافدين. الدارسين بالأزهر؟ نعم، أدرس في جميع أزهر في دراسة خاصة في اللغة العربية.
وتنقسم المسابقة إلى 6 أفرع هي حفظ القرآن الكريم لكافة الأعمار، وحفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده العامة، والقارئ الناشئ، وفرع ذوي الهمم، والأسرة الحافظة للقرآن، إضافة إلى حفظ القرآن للعاملين بهيئة التدريس والتعليم الأزهري بمختلف مراحله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. تتواصل فعاليات المسابقة العالمية لحفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وفهم مقاصده العامة والشرعية في نسختها 30، والتي يستضيفها مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفعيلا لدور المجتمع المدني في خدمة كتاب الله. علي فتحي، النيل الأخبار. شاهدين الكلام، الختام دائما تذكرة بعنوين هذه النشرة. وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان في القاهرة أمن البلاحة في البحر الأحمر، ويؤكدان أهميته لحركة التجارة العالمية والأمن القومي للبلد. عشرات الشهداء والمصابين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، والاحتلال يقصف جمعية الهلال الأحمر في خان يونس. وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية. انتهت مشاهدينا الكرام هذه النشرة، إلى اللقاء.